من فتره مشاهدينا الكرام قلنا لكم ان اي دوله محترمه بتشتغل على موضوع كورونا بالاخذ بالاسباب وبمصداقيه والمهم كمان ان هي تتعامل مع ازمه كورونا بالعلم مش بالفقاقه والفهلوة الامثله بقى كتير المانيا والسويد والسعوديه والامارات اخرهم فرنسا امبارح عملت ايه فرنسا اعلنت عن سيطرتها على الفيروس واحنا للاسف في مصر الوضع من سيء لاسوا الاعداد عماله تزيد مش بتقل بقى لنا حوالي اكتر من 3 شهور في الموضوع ده والاعداد عماله تزيد مع ان في كل دول العالم اللي بتشتغل الموضوع بيبقى شهرين ذروه والاعداد تلاقيها بتنزل وتقل انما في مصر الاعداد مش مفهومه شويه فوق وشويه تحت ومحدش عارف اعداد التحاليل اللي اتعملت كام بالظبط ومحدش عارف احنا اخرنا ايه ورايحين فين حتى الوزيره اللي المفروض مسؤول عن صحة المواطنين طلع في تصريح هو الأغرب من نوعه وبتقول لك إحنا ما نعرفش ذروة كورونا هتيجي إمتى وما قالت لناش والله لو كانت قالت لنا كنا استنيناها وما عرفش إحنا أصلا في ذروة كورونا ولا لأ واسمعوا الوزيرة بنفسكم من الارقام اللي احنا تابعناها على مدار اليومين اللي فاتوا قصرنا حاجز ال1000 اصابه هل مرحله الذروه صحيح لم تاتي بعد وتوصيف المرحله اللي احنا فيها دلوقتي تقريبا اي مرحله لما ما نقدرش نقول هو احنا في مرحله الذروه ولا لا نعرف مرحله الذروه لما تعدي ودي يبدا الكيرف ينزل والاعداد تنزل اسبوعين متواصل ساعتها هنقول اللي فات الزيادات دي كانت ذروه فاحنا حتى الان ما نعرف احنا حتى الان ما نعرفش والله وسالت خالتك نبيها البقال قالت لي والله ما اعرف يا هاله مش عارفه والنبي يا اختي الذروه هتيجي امتى فهي مش عارفه ربنا يكرم وتعرف يا رب ويشوفوا وزيره صحه تعرف عشان المصريين بيموتوا متخيل حضرتك وزيره الصحه في بلد عندها ازمه في كورونا مش عارفه ذروه كورونا امتى بتقول لي المذيع والله بعد اسبوعين لو بعد اسبوعين الاعداد نزلت يبقى احنا كنا كده في الذروه يا اخوي انما لو ما نزلتش يبقى لا طب انا محتاج واحد عاقل سواء طبيب او ايا كانت شغلانته يقول لي الكلام ده في شرع مين الكلام ده في أنه علم في كليه طب الكلام ده الدكتوره اتعلمته في انهي كتاب عشان تطلع تتحفنا بهذه التحف ده بعيدا طبعا ان الدكتور تصريحاتها كلها عظيمه يعني ما تتوصاش بس عايز اقول حاجه اللي متخيل ان احنا وصلنا لاخر ليفل من التصريحات العبقريه للمسؤولين احب اقول له اهدى يا معلم عشان تاخد حاجه نظيفه استنى معانا شويه ده التقيل لسه على النار وبيستوي وتقريبا هم عاملين تحدي مين اكتر واحد فيهم هيبوظ لنا دماغنا ويطلع يقول تصريحات من نوعيه اي كلام في البتنجان عندنا وزير تاني اسمه اسامه هيكل الباشا شغال وزير الاعلام متخيلين حضراتكم الباشا قال لنا ايه حد يقدر يتخيل معايا عيش الخيال كده معايا انا مش هتعبكم ولا هسيبكم تتخيلوا كتير، انا هوريكم بنفسكم، يلا بينا. بص يا سيدي، وزير الإعلام طبقنا الحظر الكلي مرتين دون أن نعلن بشكل صريح. أوسكار أكبر وأكتر وأعظم هبدة في 2020. الكلام ده مش بتاعنا يا جماعة والله العظيم، أنا جايب لكم كل حاجة أهو، صدى البلد أسامة هيكل بيقول كده. إحنا مش بنسحر لهم عشان يطلعوا يتحفونا بالكلام العظيم ده. لو صحمنا لهم هنخليهم يقولوا كلام عدل. إحنا كل الموضوع بنوريكم مسؤولين البلد بيقولوا إيه وبيتعاملوا مع المصيبة إزاي؟ وزي ما شفتوا الخبر تعال أما سمعت بودانك، إسمع. إجازة العيد بتاخد قد إيه؟ يومين وفي القطاع العام ثلاثة. تمام؟ بقلو. لا إحنا إديناها ثمانية أيام. تي شاء الله. من الجمعة للجمعة. صح؟ صح إيه؟ وقلنا إنه مفيش مواصلات عامة. ومفيش حركة بين المحافظات. في الأتوبيسات الرحلات يعني. ومفيش مولات. آه. مفيش حدائق ومتنزهات ومفيش شواطئ ومفيش حاجه بص مفيش ناس فن قفله صعبه جدا اي بس ما قلناش انه حظر كله مش كده ما قلناش صح انت عارف حاجه طيب حضرتك سافرت الساحل الشمالي هتعمل ايه قاعد في البيت مش هقدر أكلمك صح لا انا ما عنديش مشكله في قاعد, قاعد في البيت. البيت لا ما هو انت قاعد في البيت هنا او هناك واحد خلاص بس مش هتعرف تروح البحر مش هتعرف تروح تقعد على قهوه ما القهوه مقفوله اديها بقى يا تامر يلا هتروح تجيب اكلك وترجع تقعد في البيت مش كده ايوه طب معلش انا اسف انا اسف للمشاغبه يعني ثانيه واحده اديني فرصه بس ايه يا استاذ اسامه بس ايه ده اسمع انزل إيه الشارع في اي وقت في الايام دي هتلاقي تقريبا ما حدش ماشي في الشارع تقريبا ما حدش ماشي في ما هم كلهم متجمعين في البيوت ايوه اجازه العيد بتاخد قد ايه؟ يومين بس تامر لعبها له قال ده بس انا اسف للمشاغبه وقاعد مربع تامر وانت قاعد في الفصل واستاذ التاريخ جه وبيدور على الواجب ما اتعمل ولا ما اتعملش واتضرب 10 عصيان يا تامر يا شويه يا تامر قاعد مربع ايده ويقول له انا اسف على المشاغب ده في الاخر قال له الناس كلها قاعده مع بعض ده اختراع جديد بقى من دوله العسكر حظر تجول كامل حضرتك من غير ما حضرتك ولا حضرتك تعرفه قال لك قفلنا المحلات بس الناس تنزل تتمشى في الشارع عادي ويقعدوا مع بعضهم برضه عادي بس الدوله مقتنعه ان ده حظر تجول ومخبيه على الشعب عشان يعني نفسية الشعب برضو بيراعوا نفسيتكم نفسية الشعب ممكن تتضر لما تعرف ان ده حظر تجول لا والمفروض ان احنا بقى ايه نقول له امين وصدقنا الكلام ده المفروض نسمع الوزير بيقول الكلام ده ونقول له الله عليك يا مولانا ده انت شبح في نفسك يا راجل بتعمل اللي مفيش دولة في العالم عرفت تعمله طب شفنا وزيرة الصحة وشفنا وزير الاعلام ما تيجوا كده اما على وزير بقى التربية والتعليم الراجل ده مستموت على امتحانات الثانويه العامه تعالوا نشوف كده قال ايه مع عمرو قبل, قبل ما نوصل أه. للثانويه العامه وده حوار هام جدا والناس كتير بتبقى بتحب تتابعه مستوى الابحاث والحاجات اللي اتقدمت عامله ازاي يعني التجربه دي تقييم حضرتك ليه هي التجربه بالنسبه لنا تجربه رائعه افادتنا كتير وزي ما حضرتك قلت رب ضاره النفع انا للدرس ده كان مفيد لينا جميعا دخل في قاموس بتاعنا قاموس جميع الناس حاجات ما كناش نحلم نتكلم فيها دلوقتي بقينا بنتكلم والله عندك حق احنا كنا نحلم نتكلم في الحاجات دي وتجربه رائعه والقاموس بتاعنا بيتكتب والتاريخ بيتكتب من اول وجديد طب حلو جدا ربنا يكرمنا بقى في موضوع الابحاث طالما هو حلو والدنيا ماشيه كده وزي الفل اي نعم هم مرمط الطلبه والابحاث معقده جدا وعامله مشاكل مع الطلبه بس تمام طالما حاجة جديدة وناجحة مفيش مشكلة، هنقعد بقى نعقدها ونسودها، مفيش حاجة بتنجح من أول مرة، عادي يعني، عارفينها دي من واحنا صغيرين، مع الوقت هتبقى أحلى وهتنجح، والمشكلة بقى إن نفس الوزير في نفس اللقاء قال إن نظام الأبحاث اللي شكر فيه من خمس دقايق، والله يا جماعة النظام فاشل، والطلبة بتغش، والنظام ده مش نافع، وما تسألنيش إزاي بالله عليك حصل الكلام ده؟ شوفوا أنت صوت وصورة. طب بحث أو إلكتروني. هنعمل بحث الكتروني عشان يتغش الثانويه العامه زي ما تغش البحث اللي اتعمل في سنوات النقل وزي ما تغش الامتحان الالكتروني في البيوت هل هيرضوا بده ويخشوا الجامعه الاجابه لا يبقى ما نقترحش كلام ما احناش قده لو كانش الناس عندنا بيبقى. يا طارق قول الكلام لنفسك يا طارق انت اللي اقترحته وانت اللي مش قده في دقيقه يا طارق فيديوهين الفرق ما بينهم دقيقه بتقول الله وفي الدقيقه الثانيه بتقول لا ما ينفعش فده يتقال له ايه؟ لا تعليق، التعليق ليه كنتوا بقى. لما تعرفوا ان هم دول المسؤولين اللي ماسكين البلد وبيدوروها، وفي الاخر يطلع واحد زي تامر امين يتنمر على الشعب ويقول عليه ما بيعرفش التباعد الاجتماعي، اسمع انزل كده وانزل في الاحياء الشعبية وعند الناس الغل... الغل... الغلابة كده والبساطة اللي هم خدوا قدر معين يعني من التعليم ده, ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك واسالهم قول لهم ماذا ت... السؤال كده بس، ماذا تعرف عن التباعد الاجتماعي؟ هيقول لك التباعد الاجتماعي ده ده يمكن حاجه جديده على الموبايل زي التواصل الاجتماعي واحد تاني يقول لك التباعد الاجتماعي ده ده عارفه ده شركه مفروشات في مصر مصر الجديده وواحد تاني يقول لك لا ده بتاع تمويل عقاري عشان تاخد الشقه بتاعتك هتسمع كل حاجه الا المعنى المظبوط اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 عندي مبدا من زمان بقوله لما تقول افيه على افيه بيبقى بايخ فهو كده كفايه عليه مفيش رد اكتر من الرد اللي كان في الفيديو وما ينفعش نتعامل مع التصريحات على انها تصريحات مسؤوله هي اخرتها تريقه نكشفهم لحضراتكو عشان تتعلموا ازاي تتعاملوا معاهم بمبدا تعالى يا حبيبي حط ايديك في الكم وهنجيب لك هنومه اخرتهم نتريق عليهم كفايه عليهم لحد هنا كفايه قوي